زي ما انتو عارفين ابو زيد كتير بخاف على حاله، دايما بيقيس ضغطه والسكري وبياخذ ادويته على الوقت، ودايما بتطلع يمين وشمال لما يقطع الشارع. وليوم من الايام ابو زيد اندعس من سيارة راس، وفجأة التموا الناس وابو زيد مغمى عليه وحملوه لاد الحلال ونقلوه على اقرب مستشفى حكومي، وبقسم الطوارئ فتش دور محدش عارفه، وطلعوا محفظته ولقيوا هويته. ولانه المستشفى بيطبق برنامج حكيم، قدر طبيب الطوارئ بكبسة زر يدخل على ملف ابو زيد الطبي ويعرف تاريخه الصحي، علاجاته وادويته واي تعارضات دوائية، وكمان نوع دمه. بنحب نطمنكم انه ابو زيد صحته كويسة وقضى اجازته المرضية مناسب. حبيبنا ابو زيد، برنامج حكيم، اطمن، ملفك الطبي بالحفظ والصون.